يجب علينا أن نتوحد ونكون يدا واحدة في مواجهة هذه الغطرسة. ليست وحدها من يتطلع للتوحد، هي فصائل الجنوب السوري وخلفها قاعدة شعبية من مدنيين وعسكريين، وها هي عشائر الجنوب على اختلاف مشاربها العشائري تقف اليوم صفا واحدا أمام أبنائها ليكونوا صوتا واحدا وجسما متماسكا في وجه تحديات وصفها المجتمعون بالخطيرة. هذا الاجتماع إن شاء الله تم من أجل توحيد الصفوف وتوحيد الجهود العسكرية والمدنية على مستوى العشائر والمجالس المحلية إن شاء الله، وهذا الاتحاد يصب في مصلحة القوة ومصلحة الجميع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بعد هذا الاجتماع سيكون شأن آخر للثورة وكل خلافاتهم ووحدوا صفوفهم. عشائر الجنوب السوري تستعيد تاريخها المشرف في الوقوف بوجه التحديات لتعلن أنها ثورة الشرف والكرامة، لا سيما بعد صمت المجتمع الدولي عن جرائم النظام وأعوانه من مرتزقة، وتهيب بأبنائها من مختلف الفصائل العسكرية للتوحد ونبذ الخلافات ودعوتهم إلى الانضمام للمجلس الثوري والعسكري في القنيطرة والجولان، والمبادرة بتشكيل غرفة عمليات موحدة تضم كافة الضباط الأحرار لتوحيد العمل العسكري. اجتمعنا مشان تأييد المجلس العسكري الثوري في محافظة القنيطرة ودمشق وريف دمشق والمنطقة الجنوبية المحررة، وإحنا ندعم الجهة المفاوضة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة دعم القضية السورية. ندعم هذه النواة للوحدة العسكرية. أكد المجتمعون على وحدة الصف وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة التحديات، وأن الثورة السورية باتت يتيمة بعد تخلي المجتمع الدولي عنها، ولا سبيل سوى التوحد وتشكيل جسم عسكري وسياسي يواجه هذه التحديات. المجلس العسكري يجب أن يمثل جميع الفصائل الثورية. حلقة جديدة من حلقات التوحد في الجنوب السوري. عشائر الجنوب تسعى لتوحيد موقفها العسكري والسياسي لمواجهة كل التحديات التي يمر بها بلدنا الحبيب. لأورينت نيوز، فادي الأصمعي، ريف القنيطرة.